من الطبيعي في بداية كل دور انعقاد يكون في استجوابات، ولكن اللي أنا قاعد أشوفه التسابق على الاستجوابات، البعض يعتقد أن في حل لمجلس الأمة وبذلك يحاول أن في تكسب شعبي في موضوع تقديم الاستجوابات، لكن أنا أحب أكد الجميع بأنه مجلس الأمة دورته راح يكملها وراح تكون انتخابات في شهر 11/2020. العادة أنا لما يكون في حل أبلغ الجميع أنه هناك في حل وجهزوا خيامكم. اللي قاعد أشوفه الوضع طبيعي جدا، سيتم التعامل الجميع الاستجابات وفق الدستور واللائحة، فموضوع الحل هذا بيد سمو الأمير الله يحفظه، بس اللي أنا قاعد أشوفه حاليا الأوضاع طبيعية جدا. المجلس راح يستمر والانتخابات في موعدها في شهر 11/2020.